محمد سعيد، انا ماركتنج مانجر في اكسس فارما. الحقيقه احنا اكسس فارما الجولز بتاعتنا، اور مين جول ان احنا انكريس ال الاويرنس مع بالسيف تريتمنت. تاني جول عندنا توير اباوت الهيربال ميديسنز البنفيتس بتاعتها فيرسس الكيميكال بيزد ميديسنز. وتالت جول ان احنا انتروديوس المعادلة اللي هي بتحقق ثلاث اهم حاجات في الدواء، اللي هو يكون افكتيف، وثانيا يكون سيف، وثالثا يكون ايكونوميك. طيب احنا بننتمي لسوسايتي كبيرة جدا او اورجانيزيشن كبيرة جدا اللي هي سيكم. سيكم الحقيقة دي هي مش شركة، هي الحقيقة مبادرة بتشمل اربع جوانب. اولا جانب اقتصادي، ثانيا جانب بيئي، ثالثا جانب اجتماعي، ورابعا جانب ثقافي. في الجانب الاقتصادي احنا عندنا حوالي 12 شركة، يمكن ابرزهم ايزيس، دي للصناعات الغذائية اللي هي غذاء وعصائر والبان وكلام زي ده، وفي اتوس طبعا الدواء، وفي نيتشر تيكس ودي شركة ملابس قطنية، القطن كله اورجانيك، ويمكن 80-90% من المنتجات بتاعتها بتتصدر برا لاوروبا. وعندنا برضو لوتس، دي شركة زراعة حيوية، واف ام سي جي. في الجانب البيئي عندنا جمعية سيكم لاستصلاح الأراضي، عندنا مزارع يمكن في أربع أماكن على مستوى الجمهورية، في العريش وفي المنيا وفي بلبيس جنب حركة المزرعة الرئيسية وفي الواحات برضو. وعندنا طبعا في الجانب الاجتماعي في جمعية العاملين بسيكم. وفي الجانب الثقافي بقى عندنا جميع مراحل التعليم من أول حضانة، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، الجامعة. عندنا دلوقتي حوالي 5 كليات موجودين، صيدلة، علاج طبيعي، هندسة، وزراعة حيوية، وصيدلة. ده بالنسبة لي سيكم والجروب اوف كامبانيز. الحقيقة الفيجن بتاعتنا ان احنا نبقى واحد من التوب ليدنج فارماسيوتيكال كامبانيز في مصر ان شاء الله خلال الخمس سنين الجايين. المشن بتاعتنا ان احنا بنعمل على طول تريننج وديفلوبمنج وريكوجنايز طبعا الليدرشيب بتاعت المديرين بتوعنا. الفاليوز بتاعتنا بنعمل حقيقة لونج ريليشن شيب ما بيننا وما بين الكاستمر. قصة مش هي شورت ريليشن شيب، بمعنى لا، ان عايز يبقى الكاستمر بتاعي سواء كان دكتور سواء كان صيدلي، ان هو يبقى فيه لونج ريليشن شيب ولونج بينيفيت وميوتوال بينيفيت ما بيننا وما بينه. بالنسبة للأوبجكتيف بتاعتنا ان احنا نبقى في وسط الميت اكبر شركة. الحقيقة لو حركوا بس تاخدوا كده لقطة عن سوق الدواء المصري، سوق الدواء المصري حوالي 100 شركة بيبيعوا 90% من مبيعات الدواء في مصر. فإحنا حالياً كسيكم وآتوس ترتبنا 134، خلال سنتين إن شاء الله إيمينج إن إحنا نوصل للمية الكبار. وطبعاً إحنا نعمل أويرنس بالهيربال ميديسن فيرسس الكيميكال بيز ميديسن. المصنع بتاعنا يمكن هو حوالي بقاله حوالي 43 سنة موجود من سنة 1980، يمكن هو واخد الرخصة رقم واحد لصناعة الأدوية من أصل عشبي في مصر. بالنسبة للستاندرز بتاعتنا، الحقيقة الستاندرز بتاعت الجي ام بي اللي هي الجود مانيفاكتشرنج بروسيديورز، والايزو سيرتيفيكيتس من أول ايزو 9001-2008 لغاية 17025 سنة 2005، كل ده المصنع واخد الشهادات دي. البورتفوليو أول حاجة هنركز عليها مع حضراتكم النهاردة اللي هو البيولاكس. البيولاكس ده عبارة عن 3 جرام بلانتاجو هاسك. الانديكيشنز طبعا في حالات الكرونيك كونستيبيشن والاي بي اس ويز كونستيبيشن، والادمنستريشن بتاعه سهل جدا، والكيس بيتحط على 3 ارباع كوبايه ميه وحيث ان هو يعمل بلك، وبعد كده بيتحط وراه كوبايه ميه ثانيه. احنا عشان نتوسع شويه في البيولاكس ده هنقول لحضراتكم ان هو بينتمي لمجموعه البلك فورمينج لاكستيفز، اللي هي مجرد ما احنا بنحطها بتعمل ماكسمايزيشن في الانتستين وبتعمل ادزوربشن للووتر بحيث ان هي تسهل اللاكسيشن، اللي هي بتعمل سنسيتايزيشن للنيرف اندكس بتاعت الكولون، وبالتالي بتخلي البريستالتيك موفمنت تبقى سهله مع البيشنت، والكونستيبيشن يروح معاه جرادوالي زي ما حضراتكم شايفين هنا. طبعا هو في الانديكيشن سيريتابل باول سندروم اللي هو ويز كونستيبيشن مع طبعا الكورونيك كونستيبيشن. طبعا الكونترا انديكيشنز بتاعته ما يكونش فيه انتستانال اوبستراكشر او بندسز، او يكون فيه طبعا 2 اور انترفال ما بين وما بين اي ميديسن تاني يتاخد معاه. الدوزج بتاعته هي في الكبار من كيس لكيسين في اليوم، وفي الاطفال حتى هو سيف بيتاخد نص كيس في اليوم، حتى لو ايفن حالات كونستيبيشن مع الاطفال برضو بيتاخد برضو وراه كوبايه ميه تانيه، والباك بتاعته 7 تكياس.
الحقيقه هو فيرست لاين ثيرابي فعلا احلات الكونستيبيشن وسيجنيفيك بيعمل سيجنيفيكانت امبروفمنت في الكونستيبيشن سيمتومز وسيجنيفيكانت برضو انكريس في الباول موفمنت وامبروفينج اللونج تيرم جلايسيميك كنترول. اضافه طبعا ان هو ممكن يبقى كمان ادجيفنت او كو ثيرابي لو البيشنت بياخد حاجات للهايبرليبيديميا. ثانيا ثاني واحد برضو هركز عليه مع حضراتكم هو السيستينول. السيستينول عباره عن حاجه اسمها سوليداجو اكستراكت. سوليداجو برضو ده هيرب ولكنه بيستخدم في حالات الرينال كالكولاي وحالات urinary tract infections repeated urinary tract infections. الدوز برضو بتبقى 3 ل 4 كبسولات في اليوم لمدة من أسبوعين لأربع أسابيع. هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن 425 ميلي جرام سوليداجو فيرجوريا إكستراكت. الكيميكال كومبوزيشن بتاعه مجموعة من الفلافونويدز والسابونينز والفنوليك جلايكوزايدز والتنينز. ليه دايوريتك إفكت؟ هو الحقيقة مش زي بقية الدايوريتكس، لأن بقية الدايوريتكس كلها بتسحب إلكترولايتس وسولتس من الجسم فبتعمل مشكله في الالكترولايت ايكوليبريم اللي موجود. لا احنا اكواريتك، يعني بنزود الميه من غير ما نسحب الكترولايت معاه. وبرده ليه انتي انفلاماتوري افكت، ده بيفيد البيشنت برده اللي هو عنده يوريليسياسيس او عنده يورينري ستونز. ليه برده انالجيسيك افكت وليه سبازموليتيك افكت، برده الكلام ده بيفيد جدا البيشنت اللي عنده اليورينري ستونز. السيستينول يعتبر اكواريتيك ايجنت، مينينج ان هو بروموتس loss of water من البادي as compared with diuretics. هي هو بيزود الووتر وبيزود الاوتبوت بتاع اليورين بنسبة 27% حتى compared مع الفيروزمايد اللي يعتبر standard diuretic. فيروزمايد بيعمل increase اليورين اوتبوت بنسبة 125%، هو بيعمل 110% مع طبعا السيفتي بتاعته ان هو ما بياخدش الكترولايت معاه زي ما شرحنا حركة. فهو الانديكيشن حالات اليوريليسياسيس واليورين اتراكت انفكشنز. اتفقنا مع حضرتك ان هو اكواريتيك انتي انفلاماتوري انتي مايكروبيال وسبازموليتيك وانالجيسيك افكت برضه. طبعا هو ليه اكواريتيك افكت وديكريز الفورميشن بتاع اليورين ستونز وهيلب ريديوس الانفلاميشن مع البيشنت، وليه انالجيسيك افكت انتي مايكروبيال افكت، ليه كمان مايلد سبازموليتيك افكت وهيلب تو سوس الاريتيتد تيشو لو في اريتيشن في البلادر وافكتيف وسيف برودكت. طبعا بيعمل فلاشينج اوت ثيرابي هيلبينج تو بريفنت واليمينيت الستونز والريبيتد انفيكشن اللي بتحصل في اليورينري تراكت، بالاضافه طبعا لانتي انفلاماتوري وريليفينج الماسل سبازمز. هناخد فكره سريعه كده عن البورتفوليو بتاع اتوس. يا دوبك بس هناخد الكيميكال كومبوزيشن وهناخد الانديكيشن. عندنا النيوروباتكس ده عباره عن سايكتيك اسيد او الفا لايبويك اسيد 600 ملي جرام، طبعا ده حالات الدايبيتيك نيوروباثي والسياتيكا والبولي نيوروباثي. عندنا برضو السبوندكس ده دي الفا توكوفيرول في حالات الاوستيو ارثرايتس وروماتويد ارثرايتس. عندنا برضو السايموتال ده عباره عن سايمس فالجاريس في حالات البرودكتيف كاف. عندنا برضو الفيميكيور وده عباره عن حاجه اسمها فايتكس اجنس كاسس، برضو ده نبات بيشتغل في حالات البريمنستر سيندروم لان هو بيعمل ايكوليبريم للهرمونال ديستربنس اللي بيعمله اللي بيحصل نتيجه زياده البرولاكتين في الجسم، فهو بيقلل البرولاكتين وبيزود الدوبامين فبالتالي بيظبط بقيه الهرمونات دي. حالات البريمنستر سيندروم السايكليكال نوستالجيا والبريماتور اوفيريان ايجنج والمايلد هايبر برولاكتينيميا. برضو المولون وده يعتبر اميونو ستيمولانت مع الاطفال ريبيتد ريسبيراتوري تراكت انفيكشنز. برضو الكينجوزان وده عباره عن جينكو بايلوبا مع جينجر، ده في حالات الكرونيك سيريبرال انسفيشنسي والسينايل ديمنشيا والالزهايمر ديزيز اس كو ثيرابي طبعا او ادجوفنت ثيرابي، والفيرتايجو والتيتانوس والموشن سيكنس. برضو في برضو الصفامود وده عباره عن هيرب اسمه هايبريكام برفراتم، ده في حالات المايلد ديبريشن وحالات الريتابل بول سندروم برضو عشان يبقى لو دوز انتي ديبريسنت في حالات الريتابل بول سندروم. برضو الكارديوتون وده عباره عن كراتيجياس اكستراكت، برضو ده هيرب بيستخدم في حالات الهارت فيلير واللي هم نيها 1 ونيها 2. بحاول الحقيقه هو نيها 1 يعتبر مونو ثيرابي ومن نيها 2 ونيها 3 نيها 4 يعتبر اد اون ثيرابي وحالات الاسكيميك هارت ديزيز. برضو مولون سي ده الفورمه بتاعه الادلت للانكريس الاميونيتي، والتومكس طبعا حضراتكم عارفين بيشتغل طبعا في حالات الفيتاليتي وامبروف الكونسنتريشن والهير والنيل. التومكس بلس ده مع الكبار السن في حالات الهايبر ليبيديميا والهايبر تنشن، والستيفيا ده يعتبر شوجر سبستيتيوت. وبرضو في منه الحقيقه فورمتين راس وكياس، الكيس بيدي معلقتين سكر والقرص بيدي معلقه واحده سكر، وده نبات برضو يعتبر بديل للسكر.
والبيبي كالما طبعا بفورماته حالات الانفانتايل كوليك، هو في منه في الفورما بتاعت التن والاكياس وبرضو الفورما بتاعت ونشكر حضراتكم وان شاء الله نتجمع. شكرا شكرا دكتور محمد، وشكرا للتشير بيرسون والسبيكرز في الجلسه العشرة، وبندعو رؤساء الجلسه ال11 ان هم يتفضلوا.